في هذا الفيديو حنحضروا على التكنولوجيا بشاركوا مسابقة اليوتيوبرز بودكاست آرابيا. التكنولوجيا فيها بزاف حفايس ملاح كما فيها حفايس مشي ملاح. على سبيل المثال اللي بيبي كانوا يلعبوا هكذاك بكري. ودوك مع التكنولوجيا ولو يعطوهم دي تابلت دي بي سي دي تليفون نورمال. ودوك نشوفو كيفاش كانت حياتنا بكري ودوك مع التكنولوجيا بكري. ما سلكيني راني حاصلة ما نعرف حتى غسات اليوم. اوه حالة عندي كاع لي غسات تاع الدنيا نطيب واش نحب بكري. اوه اش راك صافا لابا سي خير باي محالك لا توزاي من اهلا جاك الله غير انتيك يا بصاف وكاش خدمة كاش كان والو تعرف اليوم. اليوم يا وليدي ادخل للدار ادخل نهار كامل وانت تلعب برا بزاف. اليوم وليدي خرج شويه نهار كومبلي انت تلعب هذاك الراجل تما دوك سمرض خلاص يما نلعب مع صحابي منا ماكش تشوفي ها بكري. اليوم اليوم العيد نسيت كاع نقبل على الفامي صحة عيدكم لفامي ما خالتي عمتي بابا جدي جداتي خويا نبعث الروح لي ثاني انا عم نرقد بكري. هاد الماكلة شحال بنينة ما ننساش حياتي كاع. اليوم هاد الماكلة شحال بنينة نصورها ونبارطاجيها مع صحابي باش نزوخ عليهم وما ننساهم. والعام الاول في التكنولوجيا هو الانترنت. ديجا الانترنت وحنا الجزائريين ما نتفرقوش كامل مع هكذا الانترنت تاعنا معمره لي بروبلام وثقيله بزاف. اوه هاد الباجا 4 ايام ما حبش تفتح ما غير فرقات غير 3 ايام شحال ثقيله. اوه لا كونيكسيون اي ترو رابيد سي مانيفيك. العفسه اللي تقاقد في التكنولوجيا هما الكبار. الكبار والتكنولوجيا ما يتفاهموش كاع. عرفت كيف انا شعلي نسرو
يا روح تعاوني. واش يما؟ انا حابه نشوف لي فيديو تاعك اللي مولف ديرهم وريهم اليوتيوب. اه صحيت صحيت بربح. نصرو يا نصرو. مين كيف هالريبوندي يا نصرو؟ واش جدي؟ كيف هالريبوندي هاي تحيط لي وسمها كيف هالريبوندي؟ اخذ دارك على البطانة الخضراء وجبدها الخضراء؟ ايه صحيت. الو وي نصرو يا نصرو. يا وليدي نصرو. اروح وليدي عاودني. اروح وليدي علمني. مادامنا في الجزائر كاين اللي يقولوا الجزائر متطوره وكاين اللي تقولوا الجزائر متخلفه. خويا هذا احنا صح مازالنا متخلفين تكنولوجيا بزاف. خويا مازالنا متخلفين وهذه قارة افريقيا. الجزائر صح متخلفه تكنولوجيا. متخلفين علاش؟ ما عندناش تكنولوجيا، ما عندناش سيونس هكذا بازي فوندي هكذا لونيفرسيتي، ما عندنا والو. راه تتحسن وزاد تتحسن احسن من الماضي شويه ماشي بزاف. واش مالا تكنولوجيا؟ ما كاش تكنولوجيا، ما عندناش تكنولوجيا. الجزائر صح مازالها متخلفه تكنولوجيا باسكو ما كاش الانترنت تروح كل ايه فيديو كيما راكم تشوفوا خالص. انا الحق لا لافين تاع لا فيديو. جيسبر تكون عجبتكم. ما تنساوش تفوتيو علينا وتبارطاجي لا فيديو مع اصحابك وحبابك. علي بيس.